السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم سنة تانية؟ عاملين ايه؟ هنبدأ النهاردة صفحة رقم 23، بقية التدريبات بتاع كتاب الأضواء، تدريبات زيادة غير تدريبات القصة. يلا نبدأ بينا. رقم واحد، اقرأ ثم أجب. هل سخر منك أحد من قبل؟ أو حضرت موقف سخرية زي خالد ورضا؟ فاكرين القصة بتاع المرة اللي فاتت؟ اللي ما اتفرجش على الحلقة اتفرج عليها، قصة رضا وحازم وخالد. كيف شعرت؟ هل تصرفت بشكل صحيح أم لا؟ إذا كنت أنت الشخص موضوع السخرية فابتعد وحاول ألا تغضب، واعلم أن من يفعل ذلك لديه نقص يحاول أن يخفيه، فلا تحزن واعلم أنه يفعل ذلك لأنك أفضل منه، فلا تسمح له بمضايقتك. وإذا تعرض أحد أمامك للسخرية فلا تتركه وحده ودافع عنه. رقم ألف، هات من الفقرة كلمة معناها استهزاء. فاكرين يا سنة تانية الكلمات ومعناها اللي كانت في كتاب الأضواء الحلقة اللي فاتت؟ طيب كلمة معناها استهزاء، يلا هنفتكر مع بعض كلمة معناها استهزاء. يعني حد بيستهزئ بحد؟ يعني حد بيسخر منه. طيب تعالوا ندور في الفقرة كلمة معناها استهزاء. فين؟ هل سخر منك؟ برافو يا سنة تانية، سخر يعني استهزأ بي. قلنا معنى استهزاء يعني سخر، تمام. هننقلها هنا خط حلو، تمام. يلا كلمة مضادها تفرح. يعني ايه مضادها؟ يعني عكسها، يعني الحاجة اللي ايه ضدها. يعني لو واحد فرحان يبقى واحد زعلان، تفرح يبقى عكسها ايه؟ تحزن مثلا. طيب تمام، تعالوا نشوف القطعة اهي، فلا تحزن. برافو، تحزن. بالتدريبات المستمرة هنعرف المضاد وهنعرف المعاني وهنعرف نتدرب على الكلمات، فما تقلقوش معانا. كلمة جمعها الأشخاص، يعني دي الكتير. طيب يبقى عايزين منها حاجة واحدة، الأشخاص، يبقى شخص، الشخص. فين كلمة معناها الشخص أو كلمة بالظبط اسمها الشخص؟ الشخص. ها، فإذا كنت أنت الشخص، برافو. أهي هنكتب خط على السطر، خلي بالنا من خطنا. برافو، الشخص، تمام. رقم ب، اكمل. من يسخر من الاخرين لديه ايه؟ دايما السؤال ده بيبقى اجابته بالظبط موجوده فوق زي ما هي، هننقلها. من يسخر، هندور على كلمه من يسخر من الاخرين. الجمله دي فين؟ اهو، حاول ألا تغضب وأعلم أن من يفعل ذلك لديه إيه؟ لديه نقص. يحاول إيه؟ أهي يحاول أن يخفيه، يبقى هنكتب كلمة يخفيه وهنكتب كلمة نقص. نقص، نقص، يحاول أن يخفيه، تمام. يلا اللي بعده، السخرية من الآخرين سلوك ايه؟ سلوك حلو ولا سلوك وحش؟ طبعا سلوك وحش. يبقى نكتبها باللغة العربية بقى تبقى ايه؟ السخرية من الآخرين سلوك سيء، تمام. طيب وهنحط نقطة في نهاية الجملة، ناخد بالنا من الحاجات دي عشان لما نكتب الجمل بعد كده التعبيرية. ما التصرف الصحيح في حالة تعرضك للسخرية أو تعرض شخص أمامك للسخرية؟ هنعمل إيه؟ برضو السؤال ده إجابته فوق، هنطلعها من القطعة فوق. صغر كده الورقة عشان نشوف مع بعض الإجابة الصحيحة. ها، التصرف الصحيح، دايما الأسئلة الطويلة دي بنلاقي إجابتها فوق، وما نتضايقش أبدا من السؤال اللي زي ده لأن هنلاقيه كتير بعد كل درس، ولما نتدرب عليه كتير هنلاقيه سهل خالص، تمام. التصرف الصحيح لما حد يسخر مننا نعمل إيه؟ أهي، إذا كان
إذا كنت أنت الشخص موضوع سخرية فابتعد وحاول ألا تغضب أهي. يبقى هنكتب لما يحصل كده نكتب إيه؟ نبتعد. لو هو بيقول لك حاول ألا تغضب وابتعد، يبقى لما نيجي نتكلم عن نفسنا يبقى نبتعد ونحاول أو أحاول ألا نغضب. تمام ونقطة. برافو. ها استخرج من الفقرة ما يلي فعل ماضي. قلنا تاني مراجعة الفعل الماضي. الفعل الماضي يعني ايه؟ يعني حصل زمان. فعل ماضي هنجيب من اول القطعة تاني. ها هل سخر؟ سخر ولا لسه بيسخر؟ يبقى فعلا ده كلمة سخر فعل ماضي، حصل خلاص، هو سخر خلاص. تمام. اسم مفرد. ها احد يعني واحد بس، بيدل على المفرد يعني حد واحد. احد فعل مضارع. فاكرين فعل مضارع يعني ايه؟ يعني حاجة لسه بتحصل، يعني فعل فيه ياء اوله ياء. يسخر. ها يلعب. يكتب. لسه بيكتب، لسه بيلعب. هنشوف بقى ايه اي حاجة فيها اولها ياء. برافو. يحاول. يحاول يعني لسه بيحاول. يبقى هنكتب هنا يحاول. ضمير. ضمير. الضمير يعني انت او انت، انا، نحن. ضمير متكلم او ضمير غائب او ايه؟ هنشوف الكلمات هنا مين من هنا الضمير. يلا نشوف وندور مع بعض. فابتعد. فابتعد وحاول ألا تغضب وأعلم أن من يفعل ذلك لديه نقص حاول أن يخفي فلا تحزن. تمام. ندور تاني مين لقى الضمير قبلي. يلا ها لقينا كلمة أنت ضمير. برافو عليكم. نمسح اللي انا كتبته ده. انت اذا كنت انت. اكتبها هنا. انت او انت. كلمة بها تاء مربوطة. تاء مربوطة. سخرية. برافو. كلمة تانية فيها تاء مربوطة. للسخرية. تمام. يبقى نكتب أي واحدة فيها. سخرية. كلمة بها تنوين، ودي برضو كانت سخرية. فيها تنوين بالكسرة. اللي حابب يكتبها هنا مرتين مفيش مشكلة. كلمة بها تنوين. سخرية. نوعه تنوين بالكسر. كلمة بها حرف مشدد. حرف مشدد يعني ايه؟ يعني في شدة، سواء بقى اللي هي عاملة زي ايه، نص سين كده، يا اما فتحة يا اما كسرة يا اما سكون يا اما ضمة. تعالوا ندور على اي كلمة فيها شدة. 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 ها ألا. ألا هي فيها. برافو. فيها ايه؟ شدة وفتحة. سؤال. سؤال يعني اخره علامة استفهام. اهي فوق في سؤالين. هل سخر منك احد من قبل؟ او حضرت موقف للسخرية؟ وكيف شعرت؟ ممكن نكتب ده عشان صغير. كيف شعرت؟ اللي بعده. السؤال التاني ملوش دعوة بالقصة. يلا اكمل بالمطلوب. لاعب ماهر عايز ضمير مخاطب. فاكرين ضمير المخاطب؟ ضمير مخاطب يعني انت او انت.
تمام. يبقى ايه؟ لاعب ماهر. لاعب، لاعب يعني ايه؟ يعني ولد، يعني ياخد انت ولا انتي؟ هياخد انت، انت. طيب فتاة مجتهدة، اسم إشارة يعني هذا أو هذه. طب دي فتاة يعني بنوتة، هتاخد إيه؟ هذه. برافو. طيب كريم طعام الغداء، يبقى إيه؟ هو عايز فعل ماضي، حاجة حصلت قبل كده، يعني كريم عمل حاجة في طعام الغداء، يبقى عملها خلاص، يبقى إيه؟ حضر أو جهز. جهز يعني جهز خلاص. طيب قراء بارعون، ضمير متكلم، حاجة احنا بنتكلم بيها، لو احنا كتير قراء، قراء يعني كتير، هتبقى ايه؟ نحن. برافو. نحن، يا اما انا، المتكلم ضمير المتكلم، يا اما انا او للمفرد او نحن للجمع. طيب اسم الإشارة هذه او هذا أو هؤلاء للجمع، وهذا للولد، ضمير مخاطب، أنت أو أنتي. كل مرة هنحل السؤال اللي زي ده هنراجع مراجعة سريعة. طيب عايز رقم 5، ريم نقط قصة ممتعة، فعل مضارع، حاجة لسه بتعملها ريم، يبقى ريم بتعمل ايه؟ تقرأ، لسه بتقرأ القصة ايه؟ الممتعة. رتبت ايه؟ المنزل، كلمة بها حرف مشدد، رتبت مين المنزل؟ امي. برافو. امي، الميم عليها حرف مشدد وتحتيها كسر، تمام. اللي بعده، الصفحة اللي بعديها رقم 24، برضو تدريب. بسم الله الرحمن الرحيم. رقم 1، عايز اقرأ ثم اكمل كلمة مساعدة، عايز يحللها. انا هنا عاملاها بالرصاص، فاللي حابب ينقلها زي ما هي مفيش مشكلة، هتبقى الميم وهنعمل عليها الضمة والسين والالف المد والعين والدال والتاء مربوطة. هو هنا عايز تحليل، حلل بس، لكن مش عايز الكلمات بمقاطع صوتية. هنخلي بالنا، لأن لو قلنا حلل غير لما قلنا بمقاطع صوتية. مقاطع صوتية، لو هنا قايل مقاطع، هنعمل ايه؟ هنعمل المد مع اللي قبله، لو مد ألف مثلا زي كلمة اهتمام، هيبقى الميم مع الألف، تمام. لو في حرف ساكن زي ألف وحاء هنا، هيبقى الألف والحاء مع بعض، تمام. فنخلي بالنا من الحاجات دي كويس. لو قلنا فيها شدة، يبقى الشدة هتتقسم اتنين، الحرف المشدد الاولاني بالسكون مع اللي قبله، والتشكيل بتاع الشدة التاني لوحده، الحرف التاني لوحده، سواء فتحة او كسرة او ضم، تمام. كلمة مساعدة، مساعدة. اهتمام، ألف هاء تاء ميم ألف ميم، لأن ده حل العادي. احترام، كل حرف لوحده. صبر، كل حرف لوحده، تمام. رقم 2، اكتب حرف المد والحرف الممدود، تمام، للكلمات التالية. حرف المد لكلمة مسابقة، ها المد مد بالالف، والحرف الممدود السين اللي قبله. برافو علينا، الالف والسين. زملاء، فين بقى؟ اهي لا، لا، يبقى حرف المد بالالف، واللام الاولانيه هي الحرف الممدود. هدوء، طولنا حرف الواو، دي حركة طويلة، يبقى مد بالواو، والحرف الممدود اللي قبله اللي هي الدال، ولازم بدل مد بالواو يبقى قبله ضمة، لو مد بالياء يبقى قبله كسرة، لو مد بالالف يبقى قبله فتحة، لكن لو قبل الحرف مفيش التشكيل ده او قبليه حرف تشكيل سكون يبقى مش مد. فائزين، فيها اتنين مد، فيها الفاء وهنا مد بالياء برضو والايه والزي، يبقى هنا نكتب مد بالياء وهنا حرف
الزي هي اللي عليها كسر، هو الحرف الممدود. الجميع مد بالياء وتحتيها ايه؟ الحرف الممدود اللي هو الميم. تمام. رقم 3، رتب ثم ضع كل كلمة تحت الصورة المناسبة. هنكتب الأول الكلمات وبعدين نشوف هنوصلها بإيه. الحروف قاء وسين وياء وراء، ها، تعمل كلمة يسخر. مين هنا بيسخر في الصور دي؟ يبقى دي. طيب باء وكاف وألف وتاء، ها، كتاب. فين كلمة كتاب؟ اهي. طيب تشجيع، برافو اللي بيشجعوا الرياضة، اهي سباق واقفين بيشجعوا. تمام. وهنكتبهم تحت كل واحدة هنا. رقم 4، كون كلمات من الحروف التالية ثم ضع اثنين منهما في جملتين. ها هنكتب مثلا، انا هنا كونت كلمة العب، الف ولام العب، انا العب مع اصدقائي. طيب كلمة ايه كمان؟ باب، باب، باب. ها كلمة ايه؟ اسمع، اسمع. كلمة ايه تاني؟ عالم، علم. كلمة ايه تاني؟ قلب. تمام. طيب عايز نحط مثلا كلمة اسمع وكلمة العب زي ما احنا كتبناها، انا العب مع اصدقائي. عايز جملة كمان، انا اسمع كلام امي. تمام. طيب الصفحة اللي بعد كده رقم 25، اختار الحرف المناسب ثم اكتبه. حوض الضاد، برافو، مش بالدال، حوض، ض ض ض. قلم، بنقول كلام ولا قلم؟ قلم. يبقى هنكتبها جنبها ونوصلهم في بعض، تمسك ايديها. ده اسمه ايه؟ طي، طفل، طي، طفل بالطاء مش بالتاء. عص، ص ص ص، لكن دي نطقها ايه؟ س، س، الص غير الس. يبقى عص فور بالصاد، برافو. صواب الخطا فيما ياتي، ثم اعد كتابه الجمله بشكل صحيح. يعني الجمله هنا مكتوبه فيها حاجات غلط، عايزين نصلح اللي مكتوب فيها. تغسل صار الطوط والكمثرى في الضلو. طبعا هنا خدنا بالنا ان الدلو هنا غلط، هو عاملها بالضاد، والكمثرى بكاف، برافو. والطوط هو المفروض بالتاء، وصار بتتكتب بالسين. هنكتب تغسله زي ما هي. صار صلحنا حرف السين، والتوت صلحنا حرف التاء لان هو كاتبه بالطاء، والكمثرى بالكاف مش بالقاف، في الدلو، الدلو بالدال مش بالضاد. تمام. ضع كل حرف في مكانه المناسب. ها دي نقط، ميم، تاء، باء، ها تاء مربوطه وعليها تنوين. تبقى ايه؟ مكتبه ولا مد؟ مكتبه لا، مستبه لا، مزدبه لا، يبقى مكتبه. لو كلمه صعبه هنقعد نحول كل حرف ونحطه وبعدين نقرا الكلمه، لو صحيحه تمام، لو مش صحيحه هنجرب الحرف اللي بعده. حماس، حماس، ماشي. اعتذار حرف الزال، ها، صديق حرف الدال، برافو. رقم 8، الولد ده هياخد ايه؟ هذه ولا انت ولا هذا ولا انت ولا هو ولا هي؟ اي حاجة مذكرة هنحطها ناحية الولد. يبقى هذا ولد، ها، هذه للبنت، هنكتبها هنا للبنت. تمام. انت، انت للولد، وهذا للولد. تمام. انت للبنت، هو للولد، يبقى هي للبنت. تمام كده، سهل قوي الصفحة دي. طيب كده هندخل على قصة الاستماع، وان شاء الله خلي الفيديو كده خفيف، هو صفحتين المراجعة دول وقصة الاستماع الحلقة الجاية ان شاء الله.
نراجع مع بعض الصفحتين، واللي مش فاهم حاجة هنفهمها مرة واثنين وثلاثة، ونسمع الفيديو مرة واثنين وثلاثة، بحيث ان احنا نراجع قواعد مع بعض، وهيبقى سهلة وبسيطة. استنوني في الحلقة الجاية عشان قصة الاستماع. باي باي.